هاي فانت معناتها بصراحه معناتها الناس يلوموا فيك انه يقولوا تحب تتشهر بسرعه وتصريحاتك فم برشا استفزاز في تصريحاتك معناتها ويظهر لي اللي حبيت عليه حققته معناتها تصريحاتك المستفزه صنعت شهرتك انا اللي باش ياخذني لازم يحط دم قلبه ديامو وكرهبه شهر عسل اربع شهور تور دي موند لازم يعرف على شنو قادم مثلا تصريح تخلي 99% من التوانسه ما يخموش باش ياخذوك بقى 1% باهي عرفت شكون هذيك؟ هيفا؟ اي اي ما شاء الله بالله اقرا التصريح نتاعك عملت عمره فواياج انوبليابل ملي سكنت قدام الحرم كليت سوشي وعملت سبا وشنو المشكل؟ علاش تضحك عربي؟ لا لا تعدت عليه الملايكة شنو الغريب في التصريح نتاعي أنا نعرف ما فهمتش شنو اللي يستفز العبيد في التصريح نتاعي؟ هل أنت مريم الدباغ في نسخة جديدة ولا نسخة مشوهة ولا نسخة مطورة؟ لا لا أنا مانيش مريم الدباغ أنا هيفا حبيب مريزق لا لا ما نقصدش مانيش في حتى نسخة بطاقة تعريفك نعرفها لا ما نقصدش نسخة جديدة منها مريم الدباغ نسخة من حتى حد لا سي با فغي بالتصريحات هذم شنو هما بالتصريحات هذم؟ شنو هو بالتصريحات هذوما؟ اعطيني وجه شبه والا حاجه تخليك انت اليوم ولا اي واحد من المشاهدين يقول لي انا نسخه مطوره والا نسخه مشابهه جديده من مريم الدباغ. اللي فات اللي انا هيفا ما قالتش تونس ما فيهاش رجال معناتها لما بار اكزومبل فهمت اما عملت عمره وهبت تصويرتها بالخمار في الحصه. شنو المشكل؟ اي ليه معناتها عملت عمره شنو اولا شنو المشكل اللي عملت عمره؟ معناها خاطرني انا امراه متحرره خاطرني ما فما حتى مشكل انك تعمل عمره هذه قناعات وايمان بينك وبين ربي وربي يقوي ايمانك ولكن ما نعملوش بها البوز العمره هذا شو يقصد يا اخي سامحني كي هبطوا درا زروق وايكس وايكريك واكبر الممثلين في العالم العربي وفي مصر وفي الشرق يمشوا يعملوا عمره ويهبطوا عليهم انا كي عملت العمره وانا اونتوك كرونيكوز في برنامج الكل في الكل هذاك عليه الاعلام هبط عليا